خالي خالي يا خالي خالي عايز ايه يا عايز 10 جنيه بس عشان اصور ورق. عندك روح هناك بالبنطلون خد اللي انت عايزه وسيب البنطلون تاني رجعه لي. استنى عندك يا خالي فيكس. خدت اللي انت عايزه؟ لا مش هصورهم، هبقعد اكتبهم النهارده. استنى هنا عندك خلاص خلاص كده هتمسح وهتقعدوه خلاص. انا مقصر معاك في حاجه؟ امسك انت منص وانا منص. السلام يا هادي. صحيح الخال خالد. خالد مين؟ اهلا يا حبايبي. اسفين يا استاذ فكري والله. اسفين يا بروف ازعجناك بدري كده. لولا ان حضرتك قلت ان الميعاد ده مناسب احنا ما كناش جينا اصلا. ده انا كنت مستنيكوا تيجوا بدري عن كده. اتفضلوا خشوا. حبيبتي يا علي مرزا يا كريم. الراجل قلبها عمارة يعقوبيان. صباح الخير يا تفتح يا ابني. صباحك لبن يا عم فكري. الاول يا عم فكري، هو الناس اللي داخله وخارجه عندك دي العيال الصغيره دي بتعمل ايه عندك؟ مين دول؟ دول شباب حلو. شباب حلو؟ سياحه وفنادق. طبعا لازم يبقوا سياحه. حلو يبقى لازم يبقى سياحه على طول. بيجوا عندي بذاكر لهم طبيخ واتيكيت. دروس في طبيخ والاتيكيت؟ ده غير حصه امبارح بتاعت الحشو في المحشي؟ لا الحشو ده اول حصه. الحشو اول حصه داخل ناشف كده من الاول؟ طيب خلاص نهارك فاسخ ضبه. استنى عندك. ايه عايز ايه؟ مش عندك ثلاثه جوه؟ ايه الكلام اللي انا سمعته عنك ده؟ كلام اللي سمعته عنه حاجه ايه اكتر من اللي انا بسمعه عنك؟ ايه خير؟ وصحيح انت اتنزلت عن شقتك للمعلم حسوه؟ اتنزلت ايه؟ دي استعاره. استعاره عشان خاطر بنته الممدوحه دي تتستر. استعاره ايه وخيابه ايه؟ ده انت ماضيله على التنازل يا بني ادم. تنازل؟ ده انا ماضيله على حذف 6 شهور من الايجار القديم وكيلو لحمه اسبوعين هيديهولي. ده طلع لي هنا ورهولي. ايه اللي وراهولك ده؟ التنازل يا بني ادم، وكان عايز امضي جنبه شاهد. التنازل شاهد؟ اوعى تكون مضيت على حاجه يا عم فكري. لا انا ما امضيش على حاجه زي كده يا ابني. وبعدين دلوقتي انا خلاص كده اتفق كده خلاص خلاص بقيت في المنص راحت كده. اسمع تتح. ايوه يا عم فكري. بقول لك اسمع مش بص يا تتح. انت تنزل تاخد منه التنازل تقطعه وترميه في وشه. البني آدم مننا بيعيش حياته مرة واحدة بس، لا يعيش راجل لا يعيش طول عمره خروف. يا انت هتهجس قول الكلام ده لنفسك. جاي يا حبايبي. اديهم الرابعة. يا حصوة الكلب. انا هفرغك نفسي. انا عكيس ما تاكليش اتكلي. لو سمحت يا ينفع كده يا معلم؟ ابعت الواد يشتري كل لحمه بتلو افتحها عليها كلها شغط وده. اتكل على الله وريني عرض كتفك ما عندناش ترجيع. انا هتيل حقي النهارده. هتيل؟ شو بيت وبيتك يا اخويا؟ رعدوه في الثلاجه على مفضله. انت عايز حاجه؟ لا ابدا، اصلي في واحد ابن حرام قال لي ان انت كنت عايزني. الهدوء يا سيد المعلمين. بقول لك ايه يا تتح؟ امر يا عم الناس. جالي ترطيش كلام كده انهم ناويين يخلوني امام المسجد. امام مسجد؟ ليه انت اكتشفت دين جديد ولا حاجه حضرتك؟ عفوي عفوي يا عكسه. لا 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 بص وحياه امك ما تعملش حاجه وانا هتكلم حبيبي. صبح بقى. Thank you.
خبز هيقدر يعمل اي حاجه. خد ياض انت عمر ساعتك انت مشغل ياض. لا حضرتك بص انا خلت ربنا طبيعي انا مرشد حضرتك بس محدش يعرف. خش جوه في الحاره هتلاقي كل انواع الرذيله موجوده في المكان جوه. هتلاقي اوسخ من وساخ اوسخ حاره على مستوى الخريطه بتاعت مصر موجوده هنا. وعندك واحد جزار واخد بالك انت برضك لسه واخد دلوقتي حالا واحد راجل زبون وحاطه في قلب الثلاجه وهيبيعه ويبيعه ورشا له التسعيره ب 90 جنيه في الحته الحساسه. ايه الحته الحساسه دي؟ اه الحته الحساسه في نص البطيخه. وعندك الست اللي جايه اللي شبه عنتره بن الشداد دي بتبيع مانجو في الكيس البلاستيك بتاع الخضار. حضرتك امسكوها ارموها في البوكس. فين بقى بيت المعلم حصو؟ بيت المعلم حصو حضرتك سيادتك دعاره بقى وانت مال اهلك ما ترد على طول. بص يا بنت الكلب وليته البلد. فين بيت المعلم حصو؟ وساخه وماله البلد دول حضرتك. رابع عماره على ايدك الشمال. طب خلاص دور. لا يا ربي ربنا يكرمك ويجعلك بكل خطوه ناس وسخه. الزعب في خدمه السلطه. طب بوزه. دخل ما عندوش غير كونتاكت واحد بنت اسمها استنى هطلبها. الله ايه ايه اوه خلاص عمال تيري بكتيري بكتيري انت بتسيبني انا سرحان في القضيه بتاعت عم سلطان. طب اعمل ايه في ساعتك انا؟ انت ما بتسيبش خالص يا ادي عملت لي صباع نفسي. حقك انا يا ناس انا هروح اذاكر مع اصحابي وريحك مني. ريحني مني وانت خلاص قاعد في بطني هتريحني منك. وشكرا على فيس الكتب. العافية وسخ. يا سلام انك عندها تونتك. بس الفرقة دي مسكونة ولا ايه؟ انت انا بصلي هنا قرب قرب هنا تعالى اهو. لا يا ساتر يا رب ابعد وشك بليز. انا اميرة. انت مين؟ انا ستح. يوه واضح ان عندك عيب في النطق وهتضيع لي وقتي في التقطقه. لا 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 خلاص لا اصلا عايز اقول لك ان انا مفيش وقت للرغي. عم سلطان فين؟ عم سلطان في الجحيم. يوه يبقى ما قداميش حل غيرك. بص بقى اللي هقوله لك ده تقوله لعم سلطان بالحرف وهو عارف هيعمل ايه. بس انت دخلتي هنا ازاي؟ الخط ده عندي ولا عندك؟ دول وصلوا. وصلوا مين؟ انت كاسيو ده خد الرقم ده عندك سجله ودي لعم سلطان. انت كاسيو ده طيب؟ قول له ان الورق والامانه في الامان. اوكي؟ مع ايمان. انت مالك؟ قول له كده خلاص. خلاص هقوله خلاص. 012 01 012 01 252 01 7776 حاضر المهمه ده في المسلسل. اميره شايف الخلقه دي؟ ايوه شايف ممكن تدور وشك. ايوه دور وشك ناحيه تانية. ممكن تبص لي قرب لي شويه. ايوه حلو حفظت وشه صم. الصور دي هتستلمها امتى؟ انت بقى الهيرو بتاعها. انا هنجيبك وانا هنلاقك وهنفخك. كابيتو؟ هي وصلت لكازاكيتو؟ هي وصلت لكازاكيتو؟ انت فين يا خالي؟ انت فين يا خالي؟ يا هادي تعال انا هنا يا هادي. ايه ده يا خالي؟ انا هنا في الحظيره. قاعد بتعمل ايه هنا؟ تعال خش. اخش فين بس تطلع انت؟ خش يا هادي تعال ادخل يا هادي انا بتصرخ بره. ادخل جوه. انا خلاص طلعت يا هادي طلعت خلاص. يا خسارتك يا جدع. ده انا اللي ما كانش في حد يقدر يثبت ان انا حي. ده كان فاضل لي يومين وصورتي تختفي من مرايه تضرب كوره. طب اهدى بس يا خالي. مش يمكن يا خالي اللي انت حكيته لي في التليفون ده اشتغاله من واحد بيستظرف؟ بقول لك البنت كلمتني في السياسه في التلفزيون مبطط وقالت لي على اسم عم فكري الحقيقي سلطان الدهسوري. وبعدين الراجل قال لي ايه؟ فاخنج كازاكيتو وحاجه ثانيه مكتوب بقول لك عليها. قول. قال لي هنفخك. خيالك هيتنفخ يا هادي. طب روق يا خالي روق. انا خايف يا هادي قوي. بص يا خالي ده جوجل ايرث. ايه جوجل ايرث ده؟ انت بتكلمني على اساس ان انا مهندس اسانسيرات. انا كل اللي اعرفه انكر كليك. حلو قوي هننكر كليك.
دي مصر من فوق. عظيمة يا مصر. انقر بقى كليك يا خالي. ودي مصر من تحت. إن لله وإن إليه راجعون. اللي أنا عايز أقوله إيه يا خالي؟ إن الدنيا اتطورت. اتنورت. والتكنولوجيا بقت سهلة. آه. والناس دي معاها الصورة بتاعتك. معاها الصورة؟ معاها الصورة خلاص. يبقى مفيش فايدة من الهرب. مفيش فايدة من الهرم؟ من الهرب. أنت عارف إيه الحل اللي قدامنا بس؟ إن إحنا هنوصل للفلوس والورق قبل ما الناس دي توصلك. صدق صح. فهمت ولا بتهاودني؟ لا والله مظبوط. انا اصريت ان انت تكون متعلم. ابوك كان عايز يطلعك فران. فران؟ او المصحف كان عايز يطلعك فران. انا رحت واقف له بالمحترم قلت له عايز بس فكس. طب هاتي خالي النمره. نمره مين؟ نمره ايه ايه اميره يا خالي اللي اديتك النمره دلوقتي. امينه. اميره اميره. اصبر وما اصبر. اتفضل. 01 كده يا خالي. النمره دي ناقصه بس. يبقى هي ساعة لما دخلوا عليها وسحلوها بقى وقعدوا يضربوا فيها وقعدت تصرخ هي وهي ما استطاعتش ان هي تديني بقية الحاجات. يبقى الرقم اللي ناقص ده في اخر النمرة. انت عارف ده معناه ايه؟ ان احنا ما قدمناش غير نظرية الاحتمالات. ايه الاحتمالات دي؟ الرقم اللي ناقص ده هيخلينا نطلب 10 نمر مختلفين. وفي كل رقم هنجرب مرة، يعني هنقعد نجرب من 0 لـ9 في اخر النمرة لحد ما نلاقي النمرة اللي احنا عايزينها. ايه هذا كلام الكفار ده؟ ايه كلامكم؟ استغفر ربنا يا اخي. ايه يا هادي؟ الله في علم بس في ايمان. انت فاهم انا بقول ايه؟ وهو كذلك. تقول بحاجه تانيه يا فندم؟ لا لا هروح انت. يلا حبيبي يا شيف عشان تفطر. انا جايزك تفطر معانا.